السلام عليكم الخوت. اليوم عندي واحد البلان وقع لي في سيرفيس ديميل، بغيت نعاودو لكم. المهم انا اللي كيخرج من عندهم، غادي نصور لكم البلانات كاملين باش تعرفوا شنو كاين. هذا هو السيرفيس ديميل برنوسي، هنا فين وقع لي البلان. سمحي لي، هادو هما لي ليس اللي كيتفلاو على الناس بهم، كيقول لهم جيو غتلقاو سميتكم هنايا. فاش كيجي ما كيلقى سميتو، من بعد كيمشيو كيقول لي راه ضربنا عليك. المهم انا نعاود لكم البلان ديالها كامل. انا كنت دفع الدوسي ديالي في شهر 8 باش ندوز بيرمي ديالي بحالي بحال الناس ونصوب قانوني. من بعد دفع الدوسي الله ينجيكم، وقعت لي واحد الكسيده اللي خايبه، ترس في الركبه ديالي ودرت فيها الحديد. هي هذيك صافي، بحال هذاك الدوسي تدفع. سقطت المره الاولى حيت ما كنتش حاضر، المره الثانيه صافي الدوسي ديالي تانيلا. من بعد 3 شهور في شهر 11 وليت الحمد لله بخير، رجعت عاوتاني دفعت عاود الدوسي ا0، خسرت الفلوس. ماشي مشكل، قلت ندفع، وقعت لي حادثه الله يسامح. وهذيك رجعت دفعت الدوسي ديالي ا0، دوزت الامتحان الاول، حطوني في واحد البوست، بوست 7 اللي معروف هنا في البرنوسي اللي كيدوز فيه كيسقط. تلقيت مع بزاف الناس مدوزين فيه ساقين، فيه شي بروبليم. قلت ماشي مشكل، واخا هذا مشكل خصو يتصلح، خاص البيسيات يتقادو، هذا راه مشكل خايب بزاف، كاع الناس كيضيعوا في رزقهم بسبب بوست خايب. المهم سقطت، عطاوني 15 يوم. رجعت دوزت في ان اوتر بوست، جبت فيه 41. المهم دوزت مزيان كذا كذا، خرجت السيد اللي كيعطي النقاط قال لي نجحتي راك جبتي 41. المهم كل صباح وليت جي هنايا، راه السوغان دابا ما كاينش، راه ما بقاش كيف ما كان شحال هذيك كدوز الكود وكتمشي تسوق نيشان. قال لي وليت جيت كل صباح تشوف لا ليست، اللي لا ليست اللي وريتكم دابا شويه، غتلقى سميتك وغادي تمشي تسوق، غتلقى سميتك وغتلقى لا دات امتى غادي تسوق. المهم من شهر 11 من لوفان تويت 11 وانا كنجي كل صباح ما كنلقى سميتي. شفت القضيه طولات 20 يوم. المهم قبل ما توصل كنز شفت القضيه طولات، مشيت عند مول ليكول اللي دوزت عنده، قلت ليها شنو كاين وشنو كاين. قال لي راه شوف هادشي راه كيديروه، راه غيقاو البوك وهادي اللي كيسبيوها فينا، وفريمون كيسبيوها فيهم. رجعت عندهم قال لي سير عندهم، طلع عندهم الفوق دوي معاهم قول لهم شنو كاين، والله عسى يديروا معاك شي حل. المهم رجعت عندهم زعما راه بعقلي بغيت ندوي معاهم مزيان وهادي وهادي. كنت جيت بالجمعه، جات بكنز. السيد الناس بداو كيتفلاو عليا. مشيت عند داك خونا اللي عطاني النقاط، قال لي سير كل صباح وليت تجي هنا. قال لي راه اليوم الجمعه، راه ما كاينش واحد السيد اللي غادي يشوف لك السيستيم وهادي ما هادي. قال لي سير حتى لعندي ورجع. مني جيت انا مشيت حتى لعندي ورجعت عاوتاني، رجعت عنده هو نيت، دار راسو بحال ما عرفنيش، نكرني. عاودت لي من ازيرو، قلت لي اشنو كاين واشنو كاين، عاود بحال كيقلب معايا من ازيرو. المهم السيد بحال بدا كيصيفط، المهم بحال تفلاو عليا تما ديال بصح. صيفطني عند، هبطني عند السيكوريتي لتحت، السيكوريتي داني عند واحد السيد قال لي غيشوف لك السيستيم هو نيت اللي كانوا قالوا. شديت النوبه ديالي كنتسنى، وانا عندي الطبيب مخلي الطبيب وغادي جاي عند خوتنا كيتفلاو عليه. المهم مشيت عند داك السيد قال لي انا راه ما عندي حتى شي علاقه في هذا الشيء. قال لي ما نقدر نقول لك والو. رجعت عند السيكوريتي، السيكوريتي عاود عطاني ورقه اخرى عاوتاني نتسنى النوبه. باين البلان مخدوم وتفليح. السيكوريتي عطاني ورقه اخرى، بقيت كنتسنى شاد النوبه ديالي. قال لي سير عند داك السيد. مشيت عند داك السيد، هذيك السيده مع وقفت عندها، قلت لها قالت لي لا راه انا ماشي سوقي، راه طلع عندهم الفوق. عاوتاني مشيت طلعت الفوق عند داك خونا حيت هو اللي كاين الفوق. مشيت عند الفوق قلب لي على الدوسي، لقى الدوسي ضاربين عليه. قلت لي ما يمكنش، انا ما لقيت سميتي وما دوزتش كاع، ما جيتش، ما مشيتش للسوقان.
ما كنلقاش سميتي بعد. قال لي راه شوف مع مول ليكول هذا هو الاول السقف ليكول بعد. عيط مول ليكول مني تيتا انا حيت باين مول ليكول ما عنده حتى شي علاقه في هذا الشيء. مول ليكول دافع لك الدوسي غادي تدوز غتوصل غيقول لك سير تسوق صافي. مول ليكول خارج من هذا الموضوع بجاتا. قال لي راه هذا البلان راه دايرينو بزاف الناس وفريمون بصح ديال بصح بانه دايرينو بزاف الناس وكيجيو كل نهار الناس كيبقاو يسولوا علاش ما كاينين سمياتهم وما عايقينش واش انا بوحي اللي دريت مع هذا البلان ولا ما عرفتش شنو هو. المهم قلت لي راه ما كاينش مول ليكول. قال لي شنو قال لي وشنو قال لي صافي خونا ما ساعدنيش ما بقى ما يدير فهمتي صافي. انا كعيت قلت لهم غادي نشوف الرئيس غنشوف الرئيس ديالكم ديال هنا اللي في الاداره ولا شي مسؤول. دخلت عند المسؤول ندمت كاع ندمت دخلت عند المسؤول لانه غير مسؤول راه ما مسؤول ما استوزا غير محطوط تما. السيد مادي بار بدا كيخرج في عين يقول لك انا عندي الدواسه بزاف وهذيك شفتو ما غيساعدنيش بحالي بحال كاع الناس دراوش ومصيبه انا مهرس في رجلي ومريض ما وهو في الخدمه ديالو ما غنقدر ندير معاه والو فهمتي. حضرت راسي وخرج بحال هادشي صافي. شفت عايش قلت اجي نبارطاجي هاد الشيء لعل وعسى الناس اللي وقع لهم نفس البلان يفيقوا يعاقوا. بزاف الوحدين بغيتهم يبارطاجيو معايا هاد البلان بحال خافوا ولا ما عرفت شنو هو زعما الدوله الدولة مهم ماشي الدولة مهمة. القانون الجديد ديال 2017 نايضة فيه تخلويط خصوص في البيرمي. لقيت باد هيلميت بوحدو اللي قال لي غادي نوقف معاك اخويا وغادي نعاونك اما الشيء الاخر راه ما عقل عليا حتى شي واحد. وانا راه هذا الشيء ما درتوش لصالح ليا باش نعاون راسي انا راه درتو لي انا ودرتو للناس اللي مقاول بينهم اللي ماشي ليهم رزقهم. راه الناس راه كاين اللي معاود الامتحان الف خطرة وكينجح وما عندوش الزهر باش كيحطوا لي سميتو في هذيك لاليست فهمتي. دابا راه انت وزهرك واش غيحطوا لك ديك سميتك في لاليست باش تدوز ولا ما غاديش يحطوها باش تدوز فهمتيني. انا بغيت هذا الميساج يوصل بزاف الناس كنتمنى يوصل بزاف الناس والناس اللي وقع لهم هذا البلان وانا متاكد باللي بزاف الناس داير لهم هذا البلان وضايعين في رزقهم. وانا ما بغيتش بلا نبقى ضايع في رزق. راه الشفره هذه حشومه عيب الشفره بعينات كتجي كل صباح وانا الخدمه ديالي بعيده. انا ساكن في قنت السيرفيس ديميل في قنت والخدمه ديالي في قنت. كتجي كل صباح كتخسر فلوس كتشوف سميتك كتلقاها ما كايناش 20 يوم وانت كل صباح كتجي والخدمه كنمشي لها معطل. المهم كنقول شكرا للناس اللي غيبارطاجيو وشكرا خويا باد هيلميت اللي بغى يبارطاجي معايا هذا البلان هذا. شوية فو ودير السينيال ودير السينيال يا صاحبي ماشي مشكل مرحبا ولد العبد يريد يسمح لي بزاف كاع